أفرق في إيه؟ بين تفتيش الأشخاص وتفتيش المساكن. تفتيش الأشخاص وتفتيش المساكن. تفتيش الأشخاص كإجراء تحقيقي لا يكون إلا في حالة من ثلاثة: حصراً، واحد رضاء المتهم، اثنين تلبس، ثلاثة إذن من السلطة المختصة. لا يجوز تفتيش الشخص تفتيشاً تحقيقياً بحثاً عن الجريمة وإقامة الدليل إلا في كم حالة عندي؟ ثلاثة. إذا لم تتوفر واحدة من الثلاثة دول تدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات وما عسى أن يكون قد أسفر عنه من دليل. كم حاجة دلوقتي كم قيل للأشخاص؟ ثلاثة هم. تبو المساكن لا يجوز تفتيشها إلا في حالتين اثنين فقط. المساكن، أنا ما أقولش الأماكن الخاصة، المساكن. إرضاء زائد إذن. إرضاء وإذن. إرضاء من مين؟ من حائز المسكن. من حائز المسكن اللي بيقيم فيه بشكل معتاد. أنا أعطي الرضاء بتفتيش مسكني. وفي غيبتي تكون لزوجتي. في غيبتي تحط تحت الحتة دي 100 خط: الزوجة وكيلة، الزوجة وكيلة عن زوجها بالنسبة لحيازة المسكن في غيبته.